طيب، السلام عليكم. رجعنا تاني لنتكلم الآن عن نستد بروجرامينج. النستد بروجرامينج هي طريقة تانية لنجيب الستيت سبيس موديل، وقلنا هذه الطريقة اللي احنا بنستخدمها. كلمة نستد حنفرجيكم من وين جاية. الآن عندي جي اوف زي، هيها بدها تساوي نفس الفانكشن اللي احنا عملناها، بدها تساوي الواي اوف زي على اليو اوف زي. الآن بدخلهم هذه مباشرة على الواي والزي، بصير كل شيء عندي معرف ان تيرم اوف واي اوف كي بلس 3 بدي بلس 2 واي اوف كي بلس 2 بلس واي اوف كي بلس 1 بلس نص واي اوف كي، بدي يساوي يو اوف كي بلس 2 بلس 2 يو اوف كي بلس 1 بلس يو اوف كي، يعني بشكل مباشر. الآن بدي اعمل بشيفت بناقص 3، يعني بطرح من هدول ناقص 3 للكل. ايش هذا؟ لما اطرح منها ناقص 3 حتعطيني واي اوف كي، هذا حتعطيني واي اوف كي ماينس 1، هذا واي اوف كي ماينس 2، هذا واي اوف كي ماينس 3. هذا اللي عندي حتعطيني يو اوف كي ماينس 1، يو اوف كي ماينس 2، ويو اوف كي ماينس 3. الآن اي ويل سولف فور واي اوف كي، فصار عندي واي اوف كي. الآن أول حاجة باجي بقول في من هدول مين في عندي 1 يونت ديلي، لو ما فيش ديلي بحطها أول إليمنت. بس لو ما لما يعني مين تيرم في كي، فيش ولا واحد من البقيات فيهن كي، فباجي بطلع مين هدول فيهن ديلي. بلاحظ اللي عندي ال1 يونت ديلي عندي في الواي اوف كي ماينس 1 واليو اوف كي ماينس 1، هذول بحطهم اول تيرم. التيرم اللي بعده اللي في عندي 2 يونت ديلي اللي هي اليو اوف كي ماينس 2 والواي اوف كي ماينس 2. التيرم اللي بعده اللي هي الثلاثه يونت ديلي، حملت زي هيك. الان بحط هاي الديلي، حرف الديلي، وبفتح قوس كبير. الآن لو أخذت 1 يونت ديلي إيش بدي ضل عندي هان؟ بدي ضل ناقص 2 واي اوف كي زائد يو اوف كي، هاي الديلي هانا طلعته إيش؟ لبرا زائد. الآن هاي ديلي هانا وهاي ديلي هانا صار إيش؟ دبل ديلي. فلما آخذ دبل ديلي الترم هدول إيش بدي يصير عندي؟ ماينس واي اوف كي، لأنه أخذت 2 هانا لبرا، والاثنين هذه لبرا صارت إيش؟ بلس 2 يو اوف كي. الآن هاي واحد اثنين، بدي أشوف الترم ثلاثة، بدي أضيف الدي لبرا، هاد صارت عندي هذا نص واي اوف كي اللي عندي اللي هي اللي ضل لما صرت 3 ديلي زائد يو اوف كي. الآن النستد ليش؟ من هذه هاي النستد، النستد يعني متشعب، واحدة بتيجي فوق الثانية. الآن لما أجي أطلع فيهم هاي الإكس ثلاثة هذه بعملها ككل بتساوي الإكس ثلاثة في كي بلس واحد. الآن اللي جوا الديلي الثاني هذه بسميها x2 في k بلس 1، والجوا الديلي هذا الثالث بقول هذه x1 في k بلس 1. الان يعني صار عندي في اول حاجه لما اجي بتكلم عندي صار التالي، هاي x3 في k بلس 1 ايش بتساوي؟ بتساوي النص في الواي في k اللي عندي زائد u في k. بعدين بنعوض على الواي في k، خلينا نروح للي بعدها. اللي بعدها هذه x 2 في k بلس 1 ايش بتساوي؟ ماينس y في k زائد 2 u في k. وهذا لما ال x 3 في k بلس 1 لما تدخل على الديلي الواحد هذا بده يروح مع الديلي هاي، بده يضل عندي ايش؟ x 3 في k. الان لما اروح للي بعدها اللي عندي هاي x 1 في k بلس 1 ايش بدها تساوي؟ ماينس 2 y في k زائد u في k زائد هذا الترم كلهيته داخل على الديلي، يعني اكس 2 في كي بلس 1 لما يدخل على الديلي ايش بده يعطيني؟ بده يعطيني اكس 2 اوف كي. الان لما جيت لهذا كلهيته هذا عباره عن ايش؟ اكس 1 اوف كي بلس 1، لما دخله على الديلي ايش بده يعطيني؟ اكس 1 اوف كي، يعني واي اوف كي صارت بتساوي اكس 1 اوف كي اللي عندها. الان وين واي اوف كي؟ بدي اعوض بدالها بايش؟ باكس 1 اوف كي، هانا وهانا وهانا، فصارت الترم اللي عندي طلعت عند المعادله 2 ومعادله 3 ومعادله 4، وبحطها على شكل ستيت سبيس موديل. هاي الاي ماتريكس وهاي البي ماتريكس وهاي السي ماتريكس. طلع هانا على الجزئيه هذه، هاي البي وهاي السي وهاي الاي، في حاجة متشابهة بين الثلاثة، هذه شبيهة بال السي ماتريكس، بس هذه بقولها ترانسبوز، وهذه شبيهة بالبي ماتريكس اللي عندي، وهذه
شبيهة بالاي ماتريكس، لها شوية ترانسبوز في هذه المجالات. هاي السيستم، يعني هذا السيستم بنسميه النستد بروجرامينج والدايركت ميثود، في له تيرم بنسميه دول اوف ايتش اذر، يعني هم ايش؟ مرادفات لبعضهم البعض. هذا التعبير اللي احنا بنحكي عنه بشكل عام. طيب لما اجي ارسم البلاك دايجرام ايش بلاحظ؟ هاي الانبوت اللي عندي داخل على كل واحدة من الستيت اللي عندي. لما قلت الستيت الاولاني اكس 3 في كي بلس 1 بتعتمد على الانبوت بشكل مباشر، اكس 2 في كي بلس 1 بتعتمد على الانبوت بشكل مباشر، اكس 1 في كي بلس 1 بتعتمد على الانبوت بشكل مباشر الان. وهي السيستم اللي عندي الفيدباك راجع لي من الثلاثة بشكل أساسي، اللي هي إكس واحد مودية فيدباك للثلاثة استيس الموجودة. هاي رسمة السيجنال فلو جراف تقدر تطلع عليها. الآن الطريقة الثالثة اللي هي بسميها الكاسكيد ميثود. في الكاسكيد ميثود هاي اللي عندي الجي اف زي، إيش الجي اف زي بتساوي؟ الواي اف زي على اليو اف زي. الان هذا بعملها فاكتورايزيشن اللي تحت، ايش عندي؟ هذا سكند اوردر. لو عملتها فاكتورايزيشن ايش بدي يعطيني؟ زي ماينس 0.8 وزي ماينس، هذا مش بلس، ماينس 0.9. فلما اجي اطلع عليها بدي اقسمها لثلاث بلوكات. ايش اللي عندي الواي اف زي؟ بدي ادخل عندي اكس 1 اوف زي على اكس 1 اوف زي، واكس 2 اوف زي على اكس 2 اوف زي. الان بدي اقسمهم، ايش انا؟ الواي اف زي على اكس 1 اف زي صارت بلوك، والاكس 1 اف زي على اكس 2 اف زي بلوك، والاكس 2 اف زي على يو اف زي صارت البلوك الثالثه. طلع عندي هذه بتروح مع هذه، وهي بتروح مع هاي، بترجع عندي ايش؟ الواي اف زي على اليو اف زي، يعني زي هيك. الان هذه بدي اقسمها لثلاثه بلوك، ايش البلوك الاولى؟ 1 على 1، البلوك الثاني 1 على زي ماينس 0.8، والبلوك الثالثه 1 على زي ماينس انا 0.9. بعرفش ليش بضلني احط بدل النيجاتيف هنا احط بلس هنا، وبصلح في بعدها تلاقيها مصلحه، بس في حاجه اللي بتحصل عندي. الان تطلع عندي اللي بدك تشوفه الواي دائما مقابلها واحد بده يكون، بغض النظر ايش انا، بس الواي دائما دي قبلها معها. لما هذا اعملها ايش بدي يصير؟ واي في زي بدي يساوي اكس 1 في زي، او واي في كي بدي يساوي اكس 1 في كي. هاي اول معادله. المعادله الثانيه اكس 1 في زي على اكس 2 في زي بدها تساوي 1 على زي ماينس 0.8، او لما اعملها مالتيبليكيشن بدي يدخل زي على الاكس 1 هان وال 0.8 على الاكس 1، او بدي يصير عندي اكس 1 في كي بلس 1 بدي ساوي البوينت 8 في اكس 1 في كي زائد اكس 2، وهذا المعادلة الثانية. ونفس الشيء بدي اعملها للاكس 2 على اليو بتعطيني المعادلة الثالثة اللي عندي، وبحطها في ستيت سبيس موديل على هذا الشكل اللي عندي. الان هذا بقدر ارسمها اللي عندي. طلع عندي هان الكنترول اللي عندي في البي والسي، بقدر اوزع الجيل للسيستم بشكل عام. الان اللي عندي صار هاي البلوك دايجرام عندي، هاي اكس 2 في كي بلس 1، هاي اكس 1 في كي بلس 1، وهي الواي عندي، وعملتها ريبريزنتيشن، وهنا عملت السيجنال فلو جراف تبعتهم. المعادل الثالث اللي هو بنسميه البارالل فورم، هنا بدي اعمل البارشال فراكشن. ايش اللي عندي هان؟ الواي اف زي على اليو اف زي بدها تساوي 1 على زي سكويرد ماينس 1.7 زي بلس 0.72، هذه بدها تصير 1 على زي ماينس 0.8 وزي ماينس 0.9، وهذا حتساوي اي على زي ماينس 0.8 بلس بي على زي ماينس 9. فالاي عندي بدي اجيبها، وبدي اجيب البي اللي عندي، الاي بلاقيها ماينس 10 والبي بلاقيها بتساوي 10، وهي الطريقه اللي عندي. الان هذه ايش بتقول لي؟ بتقول لي التالي، هذه البلوك الاولى او الجزئية هذه بدي اقول هذه بدها تساوي اكس 1، والثانية هذه بدها تساوي اكس 2 اوف زي. فايش صار عندي؟ واي اوف زي بدها تساوي اكس 1 اوف زي زائد اكس 2 اوف زي، او واي اوف كي بدها تساوي اكس 1 اوف كي زائد اكس 2 اوف كي. الان جيت للمعادلة الثانية، حطيت هذا ناقص 10 بدل ايه، بدل
الاي وعملت برضو مالتبليكيشن لعندي، صار اكس واحد في كي بلس واحد يعطيني بوينت 8، اكس واحد في كي ناقص 10 يو في كي، ونفس الشيء عملتها للثاني صارت الاكس 2 في كي بلس واحد تساوي بوينت 9، اكس 2 في كي بلس 10 يو في كي. ايش اللي بدي الاحظه من هدول وهذا مهم تطلع عليهم؟ طلع هنا الاكس واحد بتعتمد بس على اكس واحد، والاكس 2 بتعتمد على اكس 2، فيش ولا ستيت ثانيه اجت عليهم. الحاجه الثانيه هاي الانبوت مشبوك مع الانبوت اللي هنا، والاوتبوت هنا اللي عندي لاحظت فيها في الاكس واحد والاكس 2. الان هذا الاي ماتريكس وهاي البي ماتريكس وهاي السي ماتريكس. الان عندي بعض المعلومات اللي بدك تعرفها ضروري جدا. السيستم هنا كل الايجن فاليو بتطلع عندي في الدياجونال، يعني طلع عندي هان على الدياجونال. الان بطلع هذول بسميهم الايجن فاليوز. الان الايجن فاليوز للديسكريت سيستم عشان يكونوا ستيبل هذول لازم يكونوا اقل من واحد، القيمه تبعت كل واحده منهم. هذا بلاحظ البوينت 8 اقل من واحد والبوينت 9 اقل من واحد، فهذا بقول السيستم از ستيبل. وانتبه معي كويس، هان انا ايش قاعد بحكي؟ بطلع على الايجن فاليوز اللي هن الموجوده في الدياجونال، لو هدول كانوا اقل من واحد كل واحده فيهم السيستم از ستيبل، لو اي واحده منهم لو كان عندي خمسه واي واحده منهم طلعت اكبر من واحد بقول السيستم از ان ستيبل. واضحه هاي؟ هذه الاي ماتريكس بتحدد الاستابيليتي منها، بس هذا لمين؟ للبارلل فورم، مش لاي فورم ثاني، للبارلل فورم. الان من البي ماتريكس انا بحدد هل السيستم از كنترولبل ولا ان كنترولبل. لو لقيت اي سطر استائس فيه صفر اصفار كل هيته، يعني هذا عندي اليمنت وحده، هذا اللي بحكيها على المالتي انبوت مالتي اوتبوت، بس خلينا على السنجل انبوت سنجل اوتبوت اللي ماشي معكم في المساق. طالما انا في شيء عندي صفر فالسيستم از كنترولبل. ايش يعني كنترولبل؟ يعني انا عن طريق الانبوت بقدر اغير موقع الستيت، لو هي مش ستيبل بقدر اعملها ايش ستيبل. الحاجه الثانيه هان السي ماتريكس العمود هاد مش لازم يكون كله صفار، يعني لو عندي صفر هان او صفر هان بقول هذا ان اوبزيرفبل، بس طالما في عندي اي رقم مش صفر موجود بقول السيستم از اوبزيرفبل. يعني هذا السيستم متى اوبزيرفبل؟ طالما ما فيش عندي صفر في اي واحده من هدول فالسيستم ايش؟ از اوبزيرفبل. هان طالما السيستم عندي في اي سطر من هدول فيش صفر فالسيستم از كنترولبل. هان الثالثه هدول كل الموجودات اقل من واحد اللي في الدياجونال فالسيستم از ستيبل. الان لو السيستم از كنترولبل و observable فبسميه مينيمال. يعني ايش مينيمال؟ يعني فيش عندي لو انا حطيته على الترانسفير فانكشن فيش عندي البول والزيرو ما حدش بيكنسل الثاني، يعني بصير اختصار بين النوميريتر والدينومينيتر. طلع الرسمه هاي البلاك دياجرام بتحكي شيء، لو لقيت الانبوت مش موصوله ولا مع اي من هذا الستيت معناته السيستم از نوت كنترولبل. لو لقيت الاوتبوت مش موصول مع الستيت هذا مش موصوله مع اي اوتبوت، لو عندي خمسه ستيت واي واحده ما لهاش خط مباشر على الاوتبوت زي هدول معناته اتس نوت اوبزيرفبل. الفيدباك هدول اللي بتشوفهم خط الرجعه هاد لو اي واحده منهم اكبر من واحد فبقول عنه هذا ايش؟ ان ستيبل. هذه معلومات مهمه تعرفهم، وهذه المعلومات بنحصل فيها فقط من البارلل فورم. ويعطيكم العافية، بنكمل كمان شوية.